مساء الفل. بما ان تقريبا 90-95% من الناس اللي انا اعرفها شغاله كول سنتر، انا قلت كده نعمل حاجه حل سحري بشكل مبتكر ما حصلش قبل كده، ازاي تهندل الهارد كولز او الانجري كاستمر. الحل ده ما حصلش في اي مكان في العالم ومحدش طبقه خالص لاول مره، اكسكلوسيف، هنعمله مع بعض دلوقتي. اول حاجه حقنتك الجميله، طبعا مهدئات والكلام، تبقى فيها كوكتيل مهدئات، اي نوع مهدئات ترميه في الحقنه. بعد كده تروح ضارب الحقنه الجميله، ده قبل الشيفت على طول، قبل الشيفت. مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت، بكلم نفسي من جوه وبري ومن بره ساكت. وبعد البريك نفس الحقنه، وانت مروح نفس الحقنه، تمام؟ ده اول حاجه. خلصنا الحقنه، برشام الضغط الجميل، وانا ما لقيتش برشام ضغط فجبت برشام بروفين، اي نوع برشام. الخطوة التالتة، لا فين الابتسامة الحلوة؟ اهي يا جو اهي. اتمنى لكم شفتا سعيدا. احنا نصابين؟ احنا شركة نصابة يا فندم؟ لا وحرامية كمان. لا لا تحت، لا لحضرتك كل الحق تماما يعني، لا براحتك. لا انا واخد حقن كفاية. ليه كده يا فندم بتشتم الام ليه يا فندم؟ ليه كده؟ طب لحظة يا فندم عشان الشتيمة دي تقيلة شوية، لحظة معايا زود الجرعة، لحظات. اتفضل يا فندم تحت امرك، اتفضل انا جاهز يا فندم. طب ايه المشكلة يا فندم بالظبط؟ ايه اللي حصل يعني؟ حضرتك شحن 10 جنيه من ايام مبارك؟ وخلصت امتى يا فندم؟ خلصت اليومين دول؟ لا احنا غلطانين. لا يا فندم لا. تمام. ده نرجع لك ال 10 جنيه 50 جنيه تحت امرك. شكرا يا فندم، على السلامة يا فندم.